السلام عليكم الحبايب، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. انا اليوم جيت عندكم نعاود لكم ونتحدث معاكم ونعاود لكم شنو كما قلت لكم البارح في الفيديو ديال البارح شنو جرى لي البارح، ونشكركم ونسلم عليكم ونتمنى تكونوا على خير وبخير، وكاع اللي كيتبعني وكاع اللي ما كيتبعنيش واللي دخل عندي جديد واللي عندي قديم، شكرا ليه بزاف 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 اخوتي. ايوا اش غنقول لكم، انا اليوتيوب مازال ما ولفتش هكا نهضر وداكشي، كنهضر قبلوا على الهضره ديالي، قبلوا عليا شويه بشويه، وانا اليوتيوب كيعجبني بزاف، وتعجبني التواصل الاجتماعي بزاف، كنرتاح فيه، كنفوج فيه، كلشي كلشي كلشي. ايوا خوتي فاطمه وحررتها مع الطلامط، هذا الفيديو ديال الطلامط، هذا الفيديو ديال الطلامط. على لا غنعاود لكم هذه القصه، هذه القصه عندي من المغرب، ولا بغى يطلع ليا هذه القصه ديال هاد الطلامط، عندي قصه واش من قصه حدا هاد المنظر الزوين، غنعاود لكم هاد القصة الطلامط. شوفوا على المنظر ورايا شحال زوين، تمتعوا به الحبايب ديالي وتمنظروا وتسمعوني اش كنعاود لكم، ونقدم لكم راسي، وانا واحد الانسانة مغربية عايشة في اسبانيا، الاصل ديالي جبلي من جبالة، كنفتخر بجبالة ديالنا والزانية، شي لله دار الضمانه وقنيطره حتى هي كبرت فيها. ايوا هذه هي فاطمه اليوتيوب اللي غتبدا معكم في اليوتيوب وغتبقى تحط ليكم، ودعيو معايا ودعيو معايا بالتيسير كما كندعي معكم حتى انا، الله يسهل ليكم ويسهل لكل واحد، وخليكم صحيحتكم، تعجبوا الناس ديال اليوتيوب، ومن هذا الفيديو ديالي كتعجبني واحد المرأة بزاف عزيزة عليا بزاف 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 بزاف، أمي زهرة، أمي زهرة، أمها ديال نعيمة البدوية. من هاد الفيديو كنعطيها التحية، الله يديها ويجيبها على خير، مشات للعمرة، الله يسهل لكل واحد اللي مشى للعمرة، الله يجيب التيسر، كل واحد تمنى شي حاجة الله يسهل عليه، أنا عزيزة عليا ديك المرأة. سعدات اللي باقي ليه والديه، وسعدات اللي باقي له اللي بقى له الام شي حاجه. انا فيما كنهضر كنهضر للام، علاش اللي كيتيتم الام هو صغير ديما كتبقى عنده ديك النقص ديال الام، واللي عنده امه الله يخليها ليه، وانا عزيزين عليا الامهات، وعزيزين عليا الناس اللي كيكونوا يتهلاو في الوالدين ديالهم وفي اميمتهم، وانا با الله يخليه لي، ومرت با مسكينه حتى هي الله يخليها لي، ملي كنمشي كنفرح كنجلس الدار داري، مرت با ما كتخسرش معايا، ما خليها صحتها وخليها لوليداتها، ومي زهره عزيزه عليا بزاف وعزيزين عليا بزاف ديك الناس، عزيزين عليا الناس الكبار، وكنتمنى تمشي وتجي على خير وبخير، الله يديها في النجا ويجيبها في النجا يا ربي الحبيب، والله يدي كل واحد اللي مشى شي بلاصه الله يسهل عليه، واللي مشى عندك المقام الله يسهل عليه، والله يجعل ربي اللي قد شعل شي حاجه الله يجعل ربي يحققها له، هذا ما نقول لكم. ودابا اخوتي غادي نرجع لكم القضيه ديال الطلامط، القضيه ديال الطلامط، الفيلم طلع على الطلامط. ايوا هادشي مع الله. ايوا مشيت للمغرب في شهر 5، غنمشي نجيب الطلامط زوينين، تما مالي الخير حنا كنبغيو نبدلو، راكم عارفين يعني الدار ديما كتبغي الانسان يبدل فيها الديكور، يبدل فيها طلامط، يبدل فيها بزاف د الحوايج. مشيت للمغرب عزلت الطلمطات عجبوني، من عجبوني ديك الطلمطات صافي خليتهم يتخيطوا، عطيت العبار كلشي، جبت طلامط فرحانه بيهم.
الله إلا القصة ديال طلامت قصة. جبت طلامت فرحانة بيهم يعني، رانا اش غنقول لكم، وانا عزيز عليا داك الشيء يكون في الدار زوين، عزيز عليا نبدل، عزيز عليا نقاد، كل شيء تبارك الله، كل شيء كيقاد وكل شيء كيبدل وكل شيء. احنا معروف علينا المغاربة تبارك الله، عزيز علينا الديكورات. اي وصلت حيد ديك الطلامت الاخرين بديك الفرحة فيا، الطلامت ما جاوش قد سدادة، الناس قطعت واحد الميطة عاد صوبتها بديك ديك الفرحة فيا، والو خصني نلمط هاد الطلامت باش واخا كيما كانوا ما عليناش، لمطتهم ما عجبونيش، ما عجبونيش في ديك الديكور اللي بغيت انا، اللي بغيت انا ما عجبونيش. وهانتوما ردوا عليا وقولوا لي شنو، واش انتوما كتوقع لكم هذه القضيه. مشيت لهنا في اسبانيا، مشيت عند واحد مال الطلامط مالاغا، وراوه ليا الجواد الله يخلف عليهم، السيده الصديقه ديالنا كنعرفها الله يكثر خيرها، داتني وراتني ديك مولا الطلامط، مشينا عطيتو العبار، قلتلو صاوب ليا طليمطات، جيت بحالي صافي، جيت قلت غنمشي نجيب الطلامط ديالي راهم وجدو، مشيت جبت الطلامط شفتهم عجبوني جايباهم، حنفرش الطلامط. ديك الفرحة صبحت قلت لخمي، قلت ما نخدمش لا ربع، ما كنتش خدامة، قلت اليوم غنسوس الدار وبنتي صاحبة بنتي هيعاونوني، غنسيقو ديك الصالون غنقادوه، نوض في الصباح بكري، فيقتهم هي تعيط ليا واحد الخدمة، وقلت لهم عرفت شغديرو، اجيو بعدا نشوفو هاد الطلامط كيعيجيو، عاد ديك الساعات نمشي نخدم حيد ديك ثلاثة السوايع ونجي نلقاكم درتو بزاف ديال الشغل، هاو نكملو على شغلنا. هزيت ديك الطلامط كان حيدنا الاخرين، شدينا باش باش نلمطو الطلامط ديالي جداد وفرحانة بيهم ورميين وجاو عاجبني والخياطة زوينة وكل شي زوين، الطلامط ما العبار ماشي هو هذاك. ويك ويك عباد الله وفاطمة والقصة ديالها مع الطلامط. اي وصافي كل شي تقلب ليا في الزيرو، علاش البارح كنت كنقول لكم القصة ديالي قصة، القصة ديالي قصة في هذا النهار الاربع، الاربع ما ننساهش. صدقت مشيت لديك الخدمة خدمتها بزز بزز ديك ثلاثة السوايع، جيت ما خملنا ما طيبنا غدا ما درنا حتى حاجة، قلت ليهم والو عاد مشيو معايا، رجعت تن مالاكا. ايوا ديك الفقايس اللي فيا ديك الغدايد، وصلت تما المالاكا، وصلت المالاكا اش غندير، غندابز ماشي الحل، مابقاش انت دابزتي، هانتي غوتي، هانتي درتي بزاف د الحوايج، شنو الافاده ديالها؟ صافي تفعلت واحد شويه عاوتاني صافي، السيد بالحق السيد الله يعمر ليه الدار، هذاك السيد مول الطلامط الله يعمر ليه الدار، قال لي الغلط ديالنا وسمحي لنا، دابا كوني هانيه. ايوا قلت له على الله، على الله عاوتاني هاد الطلامط ما يوقعش فيهم شي عوجيه مشي قنص. صافي خليتهم ليه، جيت ما وصلتش للدار الا حتى العشرة د الليل، واحد السيده صاحبتي تاني مسكينه كانت قالت لك عافاك، قلت لي انا اللي قلتها لها، قلت لها نهار الاربعاء بغات المدهوسه، قلت لها ندير لك مدهوسه حنا نخملو ونقادو ونصاوبو ونديرو المدهوسه نتغداو مجموعين. الساعه حتى حاجه اللي فكرتي فيها هاد القصه كلها على القضيه اللي كيقول لك غدا ندير وندير وندير وندير، راه والو اخوتي راه والو،
ما كاينش ديك غدا ندير وندير وغدا عندي ندير هادي ولا بعدو عندي هادي. شوف والله ما تنمشيو عافي مشان الله، ما تنمشيو عافي مشان الله. شوفوا انا بهاد الشعكوكه يلاه دوشت كنت خارجه. ايوا مني جيت قلت نعاود نخوت القصه ديال الكلام. والله العظيم الا بسرعة في مشك الله، يعني سبحان الله احنا راحنا ما مخيرينش، عام يسرين وصافي. ايوا صافي تضرب كلشي في الزرو. كنتمنى المدهوصه نديروها السيمانه الجايه، كنتمنى الطلام حتى هما يتقادوا في السيمانه الجايه. ايوا وهذه هي الدنيا، ما عندنا ما نديرو، واش غندير؟ هادشي اللي كتب الله، هادشي اللي كتب الله في الدنيا. ايوا دابا هنا هذه القصه ديال طلامط، هذه قصتي على طلامط. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتقبلوا على القصه ديالي وقصه فاطمه مع طلامط، ام شيماء مع طلامط. وانا جيت عاودت لكم باش نولف نبقى نعاود لكم داكشي اللي دوزت في نهاري. رانا كنخدم على داكشي، علاش ما كنحطش الفيديو في النهار، كنحطوها في الليل ونعاود لكم هكا ونوريكم نخرجكم معايا حتى نولف. خصني نولف دابا، انا خصني نولف. بقى شويه دهشه من هكا كنهضر معاكم وداكشي. وكنتمنى اللي كي يتفرج فيا يخلي الفيديو حتى الاخر، ونتمنى يقبل عليا. ولا عندكم شي سؤال سولوني نجاوبكم. انا راه صريحه، انا راه ما تنخبيش، انا اي حاجه سولتوني عليها نقولها لكم، اي حاجه. ايوا الدنيا غاده بينا. شوف شكون اللي كان حنا غنكونوا في الغربه، كنتزادوا كنكونوا مع والدينا ومع عائلتنا وحداهم وفرحانين. ايوا الانسان كيتفرق، واللي في الغربه الله يعاونو، الله يسهل عليه. واللي مشى في هذا الصيف عند والديه الله يخليهم ليه بصحته وراحته، الله يديه ويجيبهم على خير، يمشيو في النجا ويجيو في النجا. واللي ما مشاش دابا يمشي ان شاء الله. حتى انا ما مشيتش في الصيف، مشيت عيب شهر 5 مشيت عيب بوحدي. شفت با الله يخليه لي ويخلي لكم والديكم، وشفت الحباب وشفت خالتاتي وشفت كاع خوتي وشفت الجيران، ومشيت عند ميمتي الله يرحمها مسكينه وتخليها الرحمه وترحم جميع المسلمين يا ربي. ايوا هذا هو هذا الفيديو ديال فاطمه، وقبلوا عليه وقبلوا على هذا الفيديو ديال فاطمه. الله يخليكم، قبلوا عليا شويه بهذا المنيدار الزبيبون وفي عويناتكم الحبايب ديالي. وكنبوسكم وكنسلم عليكم، ونتمنى تكونوا الحياه ديالكم كلها زوينه. وكنسلم على القنوات، كاع القنوات الزوينات وديك القنوات كيعجبوني بعض القنوات بزاف، ما نقدرش نذكر الاسماء ديالهم حتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله. وكاع الفيديوهات اللي كنتفرج فيهم بزاف 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 كيعجبوني بزاف. كنسلم عليهم كاملين كاملين كاملين، الناس اللي كيجيو كيهضروا في كلام الحق تيحميو على الوالدين، وانتم ما تفهموني اللي كيحامي على الوالدين وكيعرف الام كما بغات تكون، كما بغات تكون الام كتبقى ام غالطه، كتبقى ام صالحه، كتبقى الام كما بغات تكون. انا دابا عندي غير مرت با، وكما بغات تكون كنقول هذيك مرت با راه عندها الكبده وكتحس راه مرت با بحال امي. يعني ملي كنغلط هكا ولا شي حاجه، الا غلطت معاها ولا شي حاجه كنمشي نبوس لها راسها ونقول لها سمحي ليا، حتى هي مسكينه ما كتقول لياش الصراحه. ايوا شحال نقول لكم، رانا بحالي حشمانه بحالي ما عرفتش. اليوم جاني هذا الفيديو في شكل قبلوا عليه، الفيديو مخلط، فيديو طلامط. يلا خوتي خليت لكم الراحه وتصبحوا على خير. هذا الفيديو اللي حطيته اليوم هو هذاك، حطيته حتى الغدا هو هذاك، حطيته دابا تصبحوا على خير، حطيته غدا في الصباح صباح الخير. هادشي اللي غنقول لكم. يلا خوتي بسلام عليكم، كنبوسكم. ما تنساوش ديروا لنا ابوني، تشاركوا معنا في القناه، بارطاجيوها مع اصحابكم مع عائلتكم،
وشكرا لكم، وكنت من لكم الخير والتيسير، الله يضويها عليكم في الدنيا وفي الآخرة في هاد الضويوات هادو اللي من موراي. وبسلام عليكم وكنبوسكم، وشكرا لكم، حتى الفيديو واحد آخر إن شاء الله.